Zombie Apocalypse. بالنسبة للسؤال الثاني، تحقق من أن Z2 موان سور Z1 موان تقال E فوا M موان Z1 سور M موان E. باش نفيدي فوا هذه، نبدأ من هنا يا. Z2 موان سور Z1 موان ونعوضو Z2 هنا هي 1 بلس E سور 2 فاكتور دو 1 بلس E نكتبوها 1 plus i fois 2 z2 هي 1 moins i facteur de m plus i sur 2 on قسمنا m ولتحت عندنا كذلك z1 هي 1 plus i facteur de m plus 1 sur 2 moins m. هنا نوحد المقام، المقام واحد فوق هو 2 حتى لتحت المقام واحد هو 2، إذا نختزلو 2 فوا 2 غتمشي 2 مع 2 ويبقى لنا غير البسط ديال المقام الواحد. ألوغ هنا غنشر هادو، غتعطينا هنايا إم واحد في إم هي إم، واحد في إي هي إي، ثم إي فوا إم موان إي فوا إم هي موان إي إم، ثم موان إي فوا إي هي موان إي أو كاري هي بليس. ما تنساوش ليا هاد ان باش نوحدو من الان نوحدو المقام تولي موان دو ان. هذا عندنا هنا كذلك ام ان بيس ان فوا ام هي ان ان فوا ان هي واحد، وهنا زايد اي فوا ام اي ان، وغتكون هنا اي فوا فوا ان هي اي موان 2 موان 2 ان. نشوف شنو غتعطينا هنا، اختزلو هنا ام موان 2 ان غتبقى موان ان، لاحظ معايا هادي مع هادي غتبقى لنا موان ان، ونعملو موان ان مع هادي حيت هنا كاين موان ان فوا اي، اذا نعملو بموان ان موان ان فاكتور 2 قلنا ام موان 2 ان هي موان ان، الا عملنا بموان ان غيبقى واحد، وهنايا الا عملنا بموان ام غتبقى لنا اي. دابا عملنا غير هاد ثلاثة بقات لنا اي بليس ان، غتبقى لنا اي بليس ان تما، ولتحت عندنا ام بليس ام موان دو ام غتعطينا موان ام، ام موان دو ام غتعطينا موان ام، وعندنا بليس ان نخليها كيف ما هي من بعد نشوف شنو غنديرو لها فوا اي ام بليس اي. هذا الفوق باين، الفوق اللي عملنا بواحد كيس واحد بليس اي غتبقى لنا هي واحد ناقص ان، واحد بليس اي غتبقى لنا هي واحد ناقص ان، اذا غتولي عندنا زد دو موان ام سور زد ان موان ام تساوي لنا الى عملنا قلنا ب ان بليس اي، إذا عملنا بـ 1 بليس إي غتبقى لنا 1 بليس إي غتبقى لنا 1 موان إن، 1 موان إن. لاحظوا معايا هنا قبل ما نكتب المقام، إذا إلا قارنا هادي مع هادي فين 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 هادي، لاحظ هنا عندنا 1 موان زان، شنو عندنا هنا 1 موان إي، إذا خاصنا واحد الموان ضربو الفوق والموان ضربو لتحت باش يتقلب هادو، باش يتقلب هادو، ولا لاحظتو فكي خصنا اي، اذا غادي نضرب اي الفوق واي التحت كي خصنا اي تبقى عندنا هنا، اذا شنو غادي ندير، غندير نزيد واحد اي هنايا، شوف معايا مزيان اي هنايا ياك، واحد ناقص واحد نضربو في ناقص واحد فوق. دابا البسط ضربتو فاش، ضربتو في اي وضربتو في ناقص واحد، ضربتو في اي وضربتو في ناقص واحد، حتى المقام حتى هو نضربو في اي ونضربو في ناقص واحد، يعني نضربو في ناقص اي، يعني حتى المقام نضربو في ناقص اي. الوغ موان اي موان ان نضرب مضروبه في ناقص اي غتعطينا اي ان، لو ان نضربو في ناقص اي غتعطينا ناقص اي، وهنايا اي ان نضربو في ناقص اي غتعطينا موان اي كاري هي ان، هي تبقى لنا بليس ان، وهذا
اي نضربو في ناقص اي غتولي موان اي كاري موان اي كاري بليس اي. نشوفو شحال عطينا هادشي. دابا اي بانت لينا هاهي اي نخليها ياك، والفوق عندنا واحد واحد بليس اي مضروب، عاد ناقص واحد ندخلو هنا غيولي عندنا ان ناقص واحد. تشوفو معايا لتحت، لاحظو معايا فين فين فين، هنا عندنا هاهي اي بانت، هاهي اي بانت و ان ناقص واحد فينا. خدنا غير هذا خاصو يتختزل مع شي حاجة، هذا ضروري كتختزل ميبقاش عندنا، باش تبقى عندنا ان ناقص واحد. الو باش يتختزل ان بليس اي، طلعتو معايا هنا اللي عملنا بام هنا غتعطينا ام عامل لواحد بليس اي، ام عامل لواحد بليس اي، بقات لينا واحد ناقص اي. هاديك واحد ناقص اي غنكتبها ليكم هنا في الجنب، واحد ناقص اي راه هو اي مضروبة ان بليس اي، واحد ناقص اي راه هو اي مضروبة في ان ناقص في ان بليس اي. إلا ضربنا اي في واحد، اي في واحد غيعطينا اي في واحد غيعطينا اي، و اي فوا اي غيعطينا موان زان. إذن خاصنا نديرو هنا ناقص اي، ناقص اي مزيان، ناقص اي في واحد غيعطينا ناقص اي، وناقص اي في اي في اي غيعطينا ناقص اي كاري هي بليس ان. إذن هنا واحد ناقص اي راه هو ناقص اي عامل لان بليس اي. دابا غنمسح هادي، غنمسح هادي صافي خدمنا بها. من بعد شنو كاين هنايا؟ اللي عملنا بان بليس اي هنا وهنا غتبقى لنا شحال؟ غتبقى لنا هنا اي هاهي، وغادي نشطبو على هذا مع هذا مع هذا باش يبقى لنا الفوق، غتبقى لنا ان ناقص واحد، ولتحت غيبقى لنا ان ناقص اي. وحنا وصلنا بلي زاد دو موان سيغ زاد ان موان هو اي فاكتور دو ان موان زان سيغ ان موان اي. دابا هنا بين انه اذا كانت النقط ان موان ان و ان دو مستقيمية، فان ان تنتمي الى الدائرة التي احد اقطارها ا بي. ضروري ما نشوفو هاد العلاقة حيت هنا الف و ب، فالاسئلة مترابطين مع بعضياتهم. هاد السؤال هذا هو اللي غنخرجو به السؤال لا دونك انتبهو معايا. اذا كانت النقط M و M2 و M1 مستقيمية فإن إذا كانت مستقيمية فإن هاد العقد المكون من هاد ثلاثة نقاط يعني زد و M و زد M و M، فإن ينتمي الى ار. اذا كان هذا ينتمي الى ار فهذا كامل حتى هو ينتمي الى ار، واذا كان هذا كامل ينتمي الى ار فهاد البارتي هادي اذا كانت هادشي كامل كينتمي الى ار، اذا هاد البارتي خاصها تكون كتنتمي الى ار باش اي تصفر مع اي ويعطيني عدد حقيقي. اذا هاد البارتي خاصها تكون كتنتمي الى ار، يعني هذا يكافئ ان ام موان زان ام موان زان سيو ام موان اي تنتمي الى اي ار. اذا كان هذا كينتمي الى ار فهذه كتنتمي الى اي ار. وشنو كتعني لي ان ان موان زان سو ان موان اي تنتمي الى اي ار؟ يعني لارغيمون اذا كتنتمي الى اي ار يعني لارغيمون ديالها تكون هي اما بي دو ميم موان بي سور دو. اذا لارغيمون ديال ام ناقص واحد على ام ناقص اي تقايس اي ثم بي سور دو ترديد دو بي. الوغ الا كانت لارغيمون ديال ام موان زان سيغ ام موان اي كتقايس من بي سور دو ترديد دو بي، يعني هاد لارغيمون هذا يعني هاد لارغيمون هادي راه هو تمثيل العقد ديال واحد الزاوية نذكروها شناهي. هنا ام بالنسبه ل ان هو لا فيكس ديال ا، اذا تكون عندنا هنايا تكون ا ام ا ام هنا ديما كنبداو بالخط
لاحظ ايم هنايا عاده باش نشوفو هنايا فغتكون هنايا بي ان. اذا هذه هي الزاويه اللي كيمثلها هاد عدد العقد هاد هاد لاغمون هاد عدد العقد ديالو لاغمون ديالو كتعطينا هاد الزاويه هادي بي ان ا ان. لاحظوا معايا كنبداو ديما من الاخر من المتجهه الاخرانيه كناخذو زد ان موان زد ا كنحطوه الفوق وعاد باش نرجعو لهادي زد ان موان زد بي كنحطوه في المقام. اذا هاد هاد الزاويه تقايس بيس او موان بي سور دو تعدي دو بي. إذا كانت تقيس في زمان في سور دو تشادي دو بي يعني أن هاد المستقيمان بي إم و أ إم متعامدان مستقيمان متعامدان. وإذا كانوا متعامدان فهذا يعني نمسح هنايا ولا نخلي نمسح شنو غايط نمسح غير هاد البارتي هادي إذا كانوا متعامدان فهذا يعني أن بي إم سكالر ا ان كتساوي زيرو ولا كانت تساوي زيرو فهذا يعني وهذا يعني الجواب على السؤال وهذا يعني ان ان تنتمي الى الدائره التي احد اقطارها ا بي وهذه قريتوها في السيزيام قريتوها في الجزء السلمي يعني دائرة معرفة بأحد أقطارها لأن في الجزء السلمي كاين عندك إذا كانت عندك بي كاين هنا ام وهنا ام وهنا كاين ا بي والسكالر ديالهم بيناتهم كيساوي زيرو فهذا يعني أن ام اللي هي هذه تنتمي إلى الدائرة التي أحد أقطارها ا بي وهذا يعني أن ام تنتمي إلى الدائرة ثم وراء التي أحد أقطارها أف